أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نستفيد من قلب الملائكة بقوم لوط حكم قتل من فعل هذه الفعلة وهو أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد؟ قال هذا بعض العلماء: عقوبة اللوط أنه يقتل على كل حال، أجمع الصحابة على أنه يقتل، ولكن الكيفية التي يقتل بها اختلفوا. بعضهم يقول يقتل بالسيف، وبعضهم يقول يحرق بالنار، وقد حرق أبو بكر الصديق وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، حرق جماعة من اللوطية. وبعضهم قال إنه يلقى من شاهق ويتبع الحجارة كما فعل الله بقوم لوط. نعم.